تعرف ايه عن اخطر حيوان على وجه الارض؟ غرير العسل، الحيوان المجرم والمنتشر في افريقيا واغلب الدول العربية بشكل كبير، ودايما ماشي بشعار خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. دايما بيهاجم اكثر الحيوانات شراسة وبالتحديد الاسود. جلده سميك جدا لدرجة ان السهام والحرب البشرية او اي مخالب حيوان اخر لا تخترق جلده. سمي بغرير العسل لانه بيدخل خلايا النحل وبيأكل العسل داخل الخلية، ولو تعرض لالاف لدغات النحل ما بتأثرش فيه ابدا، حتى لما بيواجه الثعابين والافاعي فلدغة السم برضو ما بتأثرش فيه. اما لو تم لدغه في مكان حساس فأسوأ سيناريو بالنسبة له ان هو يفقد الوعي لمدة ساعة فقط. مخالبه قوية جدا لدرجة ان هو يستطيع حفر انفاق طوال امتار في خلال ربع ساعة. دخل موسوعة جينيس كأكثر حيوان عدواني ولا يخاف، ده غير ان اسنانه فتاكة تكسر العظام. هو بس ناقص يلعب قمار وياكل مال اليتيم ويبقى كده رضا.